من كم يوم كان معانا الدكتور سمير غطاس وكان له رأي وتوقع لخطاب حسن نصر الله اليوم. كيف رأى الدكتور سمير غطاس هذا الخطاب اليوم؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عمرو، اهلا بيك. شفت الخطاب النهارده ازاي؟ كما قلت لك في المداخلة الهاتفية واللقاء اللي قبل المداخلة الهاتفية، اولا اسمح لي أن أستعير عنوان كتبه واحد من أبرز الكتاب والمعلقين الفلسطينيين، قال ليته ما تكلم، ليته صمت. وهذا التعبير الآن ينتشر كالهشيم، كالنار في الهشيم، أغلب المواقع، أغلب الكتاب، أغلب المعلقين والمحللين قالوا نفس العبارة، ليته صمت ولم يتكلم. أولا أنا قلت لحضرتك وأكرر الآن أنه حسن نصر الله منذ 2006 لا يظهر علنا، وهذا ليس دليل على قوة وإنما دليل على ارتداع مرتدع، وهو لا يظهر أبدا على يعني بشكل علني يعني. هذه واحدة. اثنين، هو الذي رفع وليس نحن، هو الذي رفع سقف التوقعات لأول مرة، عمل يعني ثلاث يسموهم ايه فيديوهات مقدمات للخطاب وكأنه سيزلزل الدنيا. هو الذي رفع سقف التوقعات، كل الناس كانت تعتقد انه حسن نصر الله سيقول غير ما قاله. هذا الكاتب قال تعبير كمان يعني دقيق للغاية، تحول حسن نصر الله من زعيم وقائد لقوة عسكرية سياسية كبيرة إلى محلل سياسي درجة ثالثة. هو يقول لنا أن الولايات المتحدة تكيل بمكيالين وأن كل هذا وكأنه درس للمبتدئين، وهو أمر فرغت منه الأمة كلها. هو رفع سقف التوقعات ولكنه لم يقل شيئا خطابا فارغا. هو قال كل ما قاله، أولا برأ نفسه وبرأ الإيرانيين، لم يطلب منه أحد أن يبرئ الإيرانيين، وهو يؤكد أنه وكيل عام للإيرانيين، دافع بشدة أن إيران ليست متورطة، لا علاقة بالإيران، ولم تكن تعرف ما حدث، وهو نفسه لم يكن يعرف أن هذا كان سرا، والفلسطينيين وسر نجاح القسام في يعني ما قاموا به من عمل هام وتاريخي، وأنا أؤكد أنه عمل هام وتاريخي، وقلت مع حضرتك أنه لأجيال ثلاثة لن يستطيع أن يتعافى الإسرائيليين مما حصل لهم يوم 7 أكتوبر. لكنه حاول أولا أن يبرئ نفسه ويبرئ إيران، وإيران لديها 1000 متحدث غيره باسمها، لكنه برأ نفسه وبرأ إيران من دكتور سمير. هو النهاردة ذكر أنه قيامه بهذه العمليات على الحدود اللبنانية هي قللت من الضغط على حماس، وأنه اللي بيسأله فين حزب الله، لماذا لم يدخل حزب الله الحرب، قال احنا دخلنا الحرب من يوم 8. تعليق حضرتك ايه؟ لا، وقال انه يعني تلت الجيش الاسرائيلي موجود قدامه، وانه يعني الطيران والجيش والى اخره، فقلل الضغط العسكري، وهذا غير صحيح على الاطلاق. اسرائيل حتى الان لم تدخل بكامل قوتها، وهذا لا بالعكس، يعني المقاومين هم اللي عرقلوا هاي القصه، وليس انشغال الجيش الاسرائيلي بالمواجهه مع حزب الله. حزب الله الان يعني في المواجهات في وفقا لقواعد الاشتباك التي اشرنا اليها، هو لم يقصف ولا اي هدف اسرائيلي خلف الخط الحدودي المعروف في اسرائيل اللي هو محاذي لجنوب لبنان. بالعكس، هو ترك لقوات من حماس امبارح القصف الوحيد اللي ضرب بعض المستوطنات في شمال اسرائيل، قال انها مجموعات من حماس، وهذا يمس سيادة اللبنانيين ويجعل اللبنانيين أكثر تضررا من أن تنتهك سيادة الدولة أكثر مما هي منتهكة. يعني هو يجبن أن يقول أنه هو اللي ضرب، يقول أن مجموعات من حزب من حماس ومجموعات من الجهاد الإسلامي هي التي تقاتل حتى في جنوب لبنان. يعني هو يجبن أن ينسب هذه المسألة. بس هو في خطابه برضو النهاردة قال أنه هو ممكن يتدخل عندما يعني يكون الأمر يعني يحتاج هذه المسألة، وعمل تهديدات
لأمريكا وقوتها البحرية في البحر المتوسط. يا أستاذ عمرو، ما يشبه تماما المقولة الشهيرة نحن سنرد في الوقت المناسب والمكان المناسب، وشرحت لحضرتك قبل كده، قلنا لإيران تدافع عن نفسها، ما تدافعش عن غزة، تدافع عن نفسها، تضرب كل يوم من الإسرائيليين في قلب طهران، قتل الأكبر صحيح عالم صحيح داخل. وقتل قاسم سليماني بالجوار منهم ولم يردوا، وتضرب كل شهر مرتين في سوريا ولم ترد، والعبارة الشهيرة سنرد في الوقت المناسب. حسن نصر الله باع كلاما، باع لغة خطابية منجوجة وسمجة وشبعنا منها، أنه إذا تطور الوضع، إذا تطور الوضع في غزة إلى متى؟ إلى لما يصبح في كم ألف شهيد؟ قلنا لحضرتك أنه دول بيدافعوا عن نفسهم فقط، عن عصاباتهم، لما تضرب حماس هو سيتدخل، وال 8000 شهيد والأطفال اللي هو قاعد يستشهد بيهم، ألا يستحقوا أن يتدخل؟ السيد يوازي هذا الكلام بالضبط ما قاله موسى أبو رزوق، الأنفاق لحماية القسام فقط، لحماية حماس فقط، أما الشعب فالأمم المتحدة مسؤولة عنه. من هو الأهم، الشعب ولا المقاومة؟ هو أيضا صرح بأن الناس بتطلع من الأنقاض تقول هذا فداء للمقاومة، يورينا واحد بس في غزة قال الكلام ده، هذا ليس صحيح، وظلم للناس اللي تقع عليها وعلى رأسها أعباء هذه الحرب. طب تفسيرك النهاردة أنه العديد من الفئات في العالم العربي، المواطنين العاديين يعني، كانوا بيتابعوا هذا الخطاب وكان عندهم أمل، كان في أمل في شيء، تفسيرك ده إيه؟ ما احنا قلنا لحضرتك هو اللي رفع السقف، مش احنا اللي رفعنا السقف. ما يسمى بجبهة المقاومة ووحدة الساحات، وحدة الساحات النهاردة هو نعى حزب مسألة الساحات، يتحدث عن المقاومة في العراق، يعني إردين وحارس في العراق ضربوا مجموعتين وقعد يتغنى بيهم، إنه الحوثيين رموا صاروخ أو رموا طيارة بدون طيار، يتغنى بهذا الأمر، لم يكن هذا هو ما ينتظره الشعب الفلسطيني أولاً. بينزف ويقتل يوميا، يعني اي شاب من اللي هو لسه منتظر انه حسن نصر الله سيغير المعادله يجب ان يغير رايه الان. طبعا بالتاكيد، انت شوف التعليقات المتواتره كلها، ليته صمت هذه يعني العباره الاكثر انتشارا الان حتى من بين الذين يناصرونه ومن اتباعه. هو يتحدث عن تهديد الولايات المتحدة، متى يتدخل؟ السؤال متى يتدخل؟ هل سيتدخل فقط إذا أطبق الحصار على حماس؟ ولا 8000 شهيد دول والأطفال والنساء اللي تحدث عنهم، ألا يستحقوا من ما يسمى بمحور المقاومة أن يتدخلوا لأجل هؤلاء؟ ألا يستحق كل الدم الذي سال من الآلة العسكرية الإسرائيلية المجرمة المدعومة من الولايات المتحدة حتى لا يزايد علينا نصر الله؟ وهو تحدث بقى عن معركة 2006، عايز بس أرجع حضرتك والسادة المشاهدين والمستمعين ل 2006، هو دخل 2006 عشان يحرر مزارع شبع، ما هي نتيجة حرب 2006 الذي تحدث عنها؟ أولا هو قال أنها أوهى من خيوط العنكبوت، طب ما يتفضل يقطعها إذا هي أوهى من خيوط العنكبوت، نحن سنساعده إذا قرر أن يقطع خيوط العنكبوت، لكنه لم يذكر أنه قال لو كنت أعلم أن هذه نتيجة الحرب ما دخلتها، هذه صمت عنها ورماها تحت السجادة عشان محدش يقول له أنت قلت إيه. طيب دخل الحرب في 2006 عشان يحرر مزارع شبع، لم يحرر سنتي من مزارع شبع، وكان ممنوعا حتى على الجيش اللبناني أن يصل إلى حدود وجنوب لبنان، الآن الجيش اللبناني موجود، صدر القرار 1701 الدولي وهو أزيح للخلف. ما الذي حققه في 2006 والذي يقول أنها معركة مجيدة وهو ينكر أنه ندم على هذه المعركة علنا، وهذا موثق وموجود واللبنانيين كلهم يعرفون هذه المسألة. وبالتالي هذا خطاب لغو لغوي فارغ، كان هو الذي رفع سقف التوقعات، وانتهى الأمر بأن الناس قالت ليته صمت.